في مجلس للعلم فيه لقاء وفوائد هي للعلوم بهاء ما بين رحلات وكتب جولة هي للمشاهد عبرة وسلام فقه وصول والحديث علومه عربية هي للحوار سماء ميراث علم للمسامر سلوة وبه لريب السائلين جلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، أسعد الله بالخير جميع أوقاتكم مشاهدي الكرام أينما كنتم. نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ميراث، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كما اعتدنا نقتسم نحن وإياكم ميراث النبوة في برنامجكم برنامج ميراث، العلم الشرعي، الكتاب والسنة، والعلوم التي تخدم الكتاب والسنة من علوم الآلة. في حلقات مميزة كنا قد ابتدأناها عن الصحيحين ومكانة الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله رحمة واسعة، مع ضيفي وضيفكم فضيلة الدكتور جبران سحاري. يا أهلا وسهلا دكتور جبران. الله يحييكم أباديم وبارك الله فيكم وحي الله المشاهدين والمشاهدات الذين يتابعوننا باستمرار. رضي الله عنكم دكتور، وانا والله مستمتعين جدا، حتى اني احرص يعني في هذه الحلقات اني لا اكثر السؤال لاستمتاعي واستمتاع المشاهدين الكرام كذلك في حديثك واستطراداتك وتنبيهاتك الجميله، وكذلك يعني اثرائك لهذا العنوان المهم والعظيم والكبير جدا، البخاري ومسلم والصحيحين ومكانتهما. كنا شيخنا كنا ذكرنا في اخر الحلقه الماضيه يعني اقسام الحديث الصحيحين ومكانتهما، وكذلك ما أورده الدارقطني أو غيره، وذكر الردود والأجوبة على الانتقاد لما ورد في بعض أحاديث البخاري ومسلم. القطعية دكتور، وإفادة القطعية في أحاديث البخاري ومسلم. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد دأب جمهرة من العلماء على ذكر الصحيحين ومكانتهما في عدد من المصنفات، حتى فعلها أبو زكريا النووي في الأربعين النووية وفي رياض الصالحين لما ذكر حديث الأعمال بالنيات، قال خرجه الإمامان أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري ومسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. صرح بهذا في الأربعين وفي الرياض، رياض الصالحين، وفي عدد من كتبه كالأذكار. إذن يعني بعضهم يؤكد على هذا لأنه أمر متقرر أن الصحيحين أصح الكتب المصنفة في الإسلام، في علم الحديث، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن. يعني اكتسب هذه المكانة العظيمة، وهي أنهما أصح الكتب المصنفة بعد القرآن، يعني أصح الكتب المصنفة من كتب البشر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقطوع بذلك. نعم. فنقول من هذا، من مكانة الإمام البخاري ومسلم وتحريهما الدقة، عرفنا صحة الحديث التي في الصحيحين، وأيضا من شروطهما ومن التحري والدقة والفحص، ثانيا من تلقي العلماء لهما بالقبول، فلم يعد رأي البخاري ولا رأي مسلم، صار رأي الأمة. الله. يعني صحيح البخاري ليس مشروع فرد اسمه محمد بن إسماعيل البخاري أبدا، هذا مشروع أمة تلقته بالقبول
فحصوا الكتاب حرفا حرفا. أئمة الحديث في عصر البخاري انتقدوا 4 والباقي صححوها. والعقيلي يقول الصواب في 4 مع البخاري. والإجماع حج. نعم. إذن تلقت الأمة الكتابين بالقبول، فهذا يفيد القطع بصحة أحاديثهما. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هناك مسألة تتعلق بها، وهي طبعا هي مسألة كلامية لكن نحن سنذكرها لأنها ذكرت. جميل. هل أحاديث الصحيحين يفيدان القطع؟ يفيدان اليقين. هذا يبدو أنه مبحث أصولي. مبحث أصولي. نعم. القطعي والظني. نعم. لأن من النصوص ما هو قطعي الدلالة ظني الثبوت. ومنها ما هو ظني الدلالة قطعي الثبوت. القرآن قطعي الثبوت، ومواضع منه قطعية الدلالة، لكن هل يوجد فيه ظني الدلالة؟ نعم موجود، يعني ما اختلف فيه العلماء. ولهذا قال بعض السلف إذا اختلف العلماء في القرآن فهو حمال أوجه، عليكم بالسنة. اختلفوا أي في معنى، في معنى الآية. نعم. أو الآيات جميعا قطعية الثبوت ثابتة. نعم. لكن ربما اختلفوا في معنى الآية، في تفسيرها، في الدلالة. إذن هي القرآن حمال أوجه. بماذا نقطع؟ نفصل النزاع بالسنة. ولهذا جهود أعداء الإسلام والملحدين حثيثة جدا ومنصبة على الطعن في السنة. هي أتت للبيان، لبيان القرآن، لتبين لهم. نعم. فهو سيلغي السنة، يلغي الشارح للقرآن، فيصبح الناس يقرأون القرآن ولا يفهمونه، أو أنه حمال أوجه فيفسره على هواه. ولهذا زعموا أنهم قرآنيون، ادعوا أنهم، ألا يوجد؟ بلى. إذن هؤلاء يريدون إلغاء السنة النبوية من أجل أن يفسروا القرآن على أهوائهم، وقد قطع عدد منهم شوطا في هذا وخابوا، لأنه لا يستطيع أن يفسر القرآن، لا يستطيع أن يقيم الدين إلا بالسنة، لا يستطيع أن يعرف الصلوات الخمس الواجبة إلا من السنة. قبل أسبوعين عرض علي أحدهم مقطعا لأحد القرآنيين، زعم أنه قرآني، فيقول أين الصلوات الخمس؟ يقول أنا قرأت حديث، أصح حديث عندكم حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، فقال صلي صلاة كذا في حين كذا، أين الصلوات الخمس؟ نقول هذا من جهله بالسنة. هذا الحديث يدل على القطع المتواتر المستفيض بالصلوات الخمس، لأن قوله صلي صلاة كذا في حين كذا يعني أنه حدد هذه الصلوات الخمس بدقة، لكن الراوي اختصر اللفظ للعلم به. ثم وردت مواقيت الصلوات في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيره، مواقيت كل صلاة. وأعداد الصلوات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا سهى في ركعة وسجود، كل مبين. يعني أنت خذ السنة كلها، لا تأخذ لفظا ساء فهمك له وتظن أنه هو العمدة في الباب. إذن نقول إن أحاديث الصحيحين مع القطع بصحتهما أيضا اكتسبت القطعية في الدلالة، فأحاديث الصحيحين تفيد القطع لا تفيد الظن، يعني إنها تفيد العلم اليقيني، ليس من أجل كونها آحادا، من أجل تلقي الأمة لها بالقبول، اكتسبت العلم اليقيني. وما عني أئمة الحديث والأثر بشرح أحاديث كما عنوا بشرح أحاديث الصحيحين وبيان مكانتهما،
حتى الأحاديث التي فيها إشكال وقفوا معها كما سيأتي. جميل جدا. طيب دكتور، لو تكلمنا على المستخرجات على صحيح البخاري وصحيح مسلم. أحسنت، هذه من مكانة الصحيحين، أن العلماء لما رأوا مكانة الصحيحين استخرجوا عليهما كتبا ومصنفات. فاستخرج أبو بكر الإسماعيلي وهو من كبار علماء المسلمين في القرن الرابع عاصر الدارقطني، استخرج على البخاري مستخرجا، مستخرج الإسماعيلي على البخاري، وحاول ينتقد البخاري في مواضع، ووقع فيما حذرنا منه من أن هناك تراجم وأبواب للبخاري لا يعرف ربط الحديث بها، لا يعرف مناسبة الحديث للترجمة. فنجد أبا بكر الإسماعيلي ينفي بسرعة، يقول ولا مناسبة بين الحديث والترجمة. عجيب، هذا فيما ظهر لك يا أبا بكر الإسماعيلي. يعني هل يتصور الإمام البخاري يبوب بباب ثم يجعل تحته أحاديث لا ارتباط لها بهذا العنوان والباب هذا؟ وأنا قد شرحت مستخرج الإسماعيلي في دروس الصحيحين في مكتبة الشيخ ابن عقيل، ووقفنا على قطعة من مستخرج الإسماعيلي جمعها أحد الأساتذة أساتذة الحديث ونشر بحثا محكما، لكن مفقود مستخرج الإسماعيلي إلا ما ذكره الحافظ ابن حجر يعني في الفتح، أو ذكره غيره، نقل منه نقولات جمع، نعم، ورد عليها كذلك ابن حجر. إيه نعم نعم، ناقشه، كيف ناقش كل من تكلم في البخاري ناقشه رحمه الله بالمرصاد، ولذلك لا هجرة بعد الفتح. فنجد أبا بكر الإسماعيلي في مواضع يقف أو يقول لم يظهر لي وجه الربط بين الآية والحديث. البخاري أحيانا يريد في الترجمة آية، يقول الإسماعيلي ما يظهر لي الوجه مناسبة بينها. إيه، لماذا هذه الآية هنا؟ فمثلا الرجال قوامون على النساء، هذا باب؟ إيه نعم، باب بوب به البخاري وساق الآية. ف يسوق حديثا مثلا في الخلع، يسوق حديثا في الخلع، في الخلع، او يسوق حديثا في الطلاق او في النشوز، في النشوز، يقول ما ظهر لي وجه الربط. نقول بل وهذا واضح كالشمس، لأن الرجل إذا كان قواما فالطلاق بيده، وليس بيد المرأة إلا الخلع إذا قصرت في القيام بحق. فالمناسبة واضحة، لكن قد تغفل، غابت عن، تغيب عن ذهن عالم. كذلك ممن وضع مستخرجا على صحيح مسلم أبو نعيم الأصبهاني، وضع مستخرجا على صحيح مسلم، وأيضا أبو عوانة وضع مستخرجا على صحيح البخاري، أبو عوانة الإصفرايني مستخرج على صحيح البخاري، وأبو بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري، و وضع أبو نعيم الأصبهاني مستخرجا على البخاري ومسلم، وضع أبو بكر البرقاني محمد بن أحمد هو معاصر الدارقطني وتتلمذ عليه، أيضا وضع مستخرجا على الصحيحين، استخرج على الصحيحين. إذن هذه المستخرجات موجودة، واستخرج
جماعة على الصحيحين بحذف الطرق والمعاد كالحداد أبي نعيم الحداد أيضا وضع مستخرجا، ومنهم من جمع بين الصحيحين جموع، وفي هذا الجمع ذكر زيادات ومستخرجات. فيه في ذكر هذا أو في هذا الصدد يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين زيادات، فيتمنى العلماء أنه ميز، مع أنه ميز في غالبها وأتى من البرقاني ومن كذا من المستخرجات. ولهذا قال الحافظ العراقي في ألفية الحديث: واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما. يعني لا تقول رواه البخاري ومسلم وهو في المستخرج، اعزوها للمستخرج. نعم. وذكر يقول: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. يقول ليت الحميدي إذا زاد، لما زاد زيادات ميزا، هو ميز غالبها. والأصل يعني البيهقي، يعني البيهقي إذا قال رواه البخاري ومسلم ولم يوجد في الصحيحين بهذا اللفظ، يقصد أصله في البخاري ومسلم، أصل الحديث. جميل. فلما جاء أبو بكر البيهقي بهذه الطريقة في القرن الخامس تعجبوا. البيهقي 458 يورد الحديث بإسناده، ثم يقول رواه البخاري ومسلم بنحوه عن قتيبة بن سعيد. أو مسلك عجيب عندهم، مسلك جديد في التخريج، أن تورد الحديث بإسنادك ثم تعزوه إلى البخاري ومسلم. فقال يريد الأصل أنه موجود في البخاري ومسلم، لأنه بنى كتابه السنن الكبرى على الصحيحين وعلى سنن أبي داود وزاد زيادات. فسنن البيهقي الذي يقع في 8 مجلدات أو 10 مجلدات، 3 مجلدات فقط هي الصافي، الباقي من الصحيحين والسنن. فهذا الذي ذكره الحافظ العراقي في ألفية الحديث: واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما. جميل. والمستخرجات كثيرة لكن ذكرنا أشهرها. على ذكر المستخرجات دكتور، يعني لو أتينا إلى مسألة البخاري ومسلم الحديث التي فيها صحيح، هل كل حديث صحيح موجود البخاري ومسلم يعني هل استوعبت الأحاديث الصحيحة أم أن هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين؟ طبعا فاتنا أن نبين المستخرجات ما معناها. المستخرج هو أن يأتي إلى حديث في البخاري رواه البخاري بإسناده، فيأخذ الحديث متن الحديث ويستخرج له إسنادا آخر، إما على شرط البخاري أو غيره، أن هذا المتن له أسانيد أخرى. نعم، استخرجت من البخاري من هذا الحديث الذي في البخاري هذا الحديث بإسناد آخر عن من طريق شيخي أنا. جميل. هذا هو المستخرج. جميل جدا. فلذلك لا يصح أن نقول رواه البخاري وهو في مستخرج أبي عوانة، ما رواه البخاري، بل نقول رواه أبو عوانة في صحيحه أو في مستخرجه. كذلك الحاكم، الحاكم أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والذي يعني يعد من أهم الكتب لأنه يستدرك على الصحيحين صح الكتب المصنفة في الحديث، ولم يسلم له في ربع ما قال. تعقب الذهبي على مستدرك، لا الذهبي لخص المستدرك. اي نعم، لخصه في تلخيص المستدرك فيختصر أحكامه، مثلا هذا حديث صحيح على شرطهما، يقول لك على شرطهما في التلخيص، تلخيص لنفسه. أو يقول هذا صحيح الإسناد ولم يخرجه، يقول صحيح ولم يخرجه. أحيانا يتعقب، يخالف، يقول بل خرجه مسلم،
يقول هذا حديث صحيح ولم يخرجه، يقول بل أظنه موضوعا. من صحيح إلى موضوع بون شاسع. صحيح. أو يقول فيه يزيد الرقاشي متكلم فيه، فيه عطية العوفي متروك، فيذكر يعني ما يشكل على تصحيح الحاكم. فيعني كتاب المستدرك للحاكم يعد من المستخرجات، لكنه استخرج على شرطهما، يقول أنا أريد أن أخرج على شرطهما، وما أعرض عنه وقع في أوهام شنيعة، قيل أنه لم يبيض إلا الربع الأول منه إلى كتاب العلم، والباقي ما بيضه يعني كان مسودة. وجدوه يقول هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد خرجه. أو يقول هذا حديث على شرطهما ولم يخرجه، خرجه البخاري أو مسلم. ولهذا صنفت مصنفات في ما استدركه الحاكم على الشيخين وقد خرجاه، منهم من صنف الانتباه فيما استدركه الحاكم على الشيخين وقد خرجاه، ومنهم من صنف المعلم بما استدركه أبو عبد الله الحاكم وهو في البخاري أو مسلم، يعني في أحدهم. ويعني هذا يطول، لكن كما قيل كم ترك الأول للآخر. صحيح. أما السؤال الذي سألته، هل استوعب الصحيحين الحديث الصحيحة؟ نعم. تقدم معنا أن الشيخين استخرج الصحيح من مئات الآلاف، فالبخاري من 600,000 حديث يعني طريق، ومسلم من 300,000 حديث يعني طريق. فقال مسلم وما تركت من الصحيح أكثر، يعني إن انتخبت هذا وما تركت من الصحيح. وأبو عبد الله البخاري ذكر الصحيح خارج صحيحه، سأله أبو عيسى الترمذي تلميذه عن أحاديث فصحح، قال هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث صحيح، طيب ما خرجه في صحيح؟ لماذا لم يعني يضمنه الصحيح مع أنه صحيح؟ نعم يصححه، له كتب الأدب المفرد، بر الوالدين، خلق أفعال العباد، رفع اليدين في الصلاة، له كتب أجزاء إذن وهي صحيحة في جملتها. البخاري يحتاط في السنة حتى في باقي كتبه، لكن الصحيح له مكانة أخرى، ومع ذلك تجد منهجه وطريقته موجودة في وتمحيصه في باقي كتبه، لكن ما كان موضع تساهل يتساهل فيه أحيانا، لأنهم أهم شيء عندهم الإسناد. إذن هذه مقولة شاعت وفهمها الناس خطأ عند ذكرها الحافظ ابن رجب الحنبلي. أي مقولة؟ مقولة يقول ما أعرض عنه الشيخان وهو أصل في الباب فهو معلوم. يقول إن الشيخين لا يتركان حديثا يعد أصلا في الباب إلا وفيه علة، وهذه لا يسلم لابن رجب بها، لا يسلم أبدا. والإشكال الكبير أنها أوقعت بعض المعاصرين في طوام، فنسف كل شيء خارج الصحيحين، هذا ضعيف ضعيف ضعيف. الأئمة قالوا الأصول الستة، يعني عندنا الكتب الستة، الأمهات الست في الحديث، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. طيب هذه الأصول الأمهات هوت الدين، الأحاديث التي يحتاج إليها في أحكام الدين المرفوعة، الآثار في مصنفات أخرى كالدارمي والمصنفات المشيبة والموطأ مالك، لكن أيضا عندنا أحاديث متفق عليها خارج الصحيحين، متفق على العمل بها، وإن لم يردها البخاري ولا مسلم. نعم، و عمل بها الأئمة بالاتفاق وصححوها. ف
فماذا تقول في هذا؟ وهي أصل في الباب. وبعضهم حاول يعمل دراسة ويقول ليس أصلا في الباب، ليس أصلا في الباب، ليس أصلا. طيب كلها أصول. الآن سجود السهو فرع من فروع الصلاة، لكنه أصل يعد أصلا، الحديث فيه يعد أصلا، فمخرج في الصحيحين، لكن في بعض التفاصيل خارج الصحيحين. فتردها؟ نحن الآن أمة إسناد، ننظر في السند، ننظر في المتن، وليس نقول ما أعرض عنه الشيخان وهو أصل في الباب فإن الأصل فيه الإعلال، ثم سلمنا أنه معلول، نحن نسلم، لكن علة غير قادحة، ليست كل علة قادحة. كما أن البخاري إذا أعرض عن حديث في مسلم عنده علة، لكنها ليست قادحة عند مسلم. ومسلم إذا أعرض عن حديث في البخاري عنده علة، أعرض لعلة لكنها لا تقدح عند البخاري، ولا نلزم أحدهما باجتهاد الآخر. والأمة تلقت صحيحيهما بالقبول. جميل جميل دكتور. إذن وجهات النظر محترمة، أما هذه القاعدة فهي نسف، وأظن الناس إما فهموا ابن رجب فهما خاطئا، أو أن ابن رجب رحمه الله توسع في عبارة في العبارة. جميل، رضي الله عنك دكتور جبران. عندنا فاصل نستأذنك بعد، يعني ربما يعني موضوع ابن رجب كان احتمى فيه النقاش شوي بين أهل العلم. رضي الله عنكم وأرضاكم. فاصل مشاهدي الكرام، ثم نعود حتى نستكمل نحن وإياكم هذه الحلقة الماتعة وهذا الإثراء الجميل مع ضيفنا الدكتور جبران سحاري. وبه لريب السائلين جلاء فقه أصول والحديث علومه عربية هي للحوار. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا بكم جميعا الكرام. استكمال دكتور لما كنا نتحدث عنه، يعني إذا قررتم أن الحديث الصحيح ما في البخاري ومسلم صحيح، وهناك حديث صحيح خارج البخاري ومسلم كما نص الإمام مسلم رحمه الله. مع هذا دكتور، ما سلم الشيخين أو الصحيحين من النقد والانتقاد، وكذلك ذكرت الأجوبة عنها. لو توسعنا في هذا الباب، بما أنه يعني في الجزء الأخير من هذه الحلقة، مسألة ماذا انتقد على الصحيحين وبما لا أجاب أهل العلم. نعم، أسلفنا قول السيوطي في ألفيته: وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا، فكم ترى نحوهما نصيرا. وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم. ننظر، لو جينا ننظر إلى الانتقادات نجدها لا تخرج عن أمرين. الأمر الأول مناقشة للشيخين أو أحدهما في الإسناد، رفعا وقفا، إرسال، انقطاع، سماع، كذا. جميل. الأمر الثاني مخالفة في المتن لعلة خارجية، مخالفة في المتن لعلة خارجية. قد توجد العلة في السند، لكن الأظهر أنها خارج. نحن قعدنا أو أصلنا بأنه لا يمكن أن يوجد حديث معلول في المتن إلا وهناك علة في الإسناد. من الذي أسند هذا الخلل؟ هذا الخلل من من؟ عندنا رجال إسناد، سموا لنا رجالكم. جميل. هذه أمة إسناد، لولا الإسناد كما قال عبد الله المبارك قال من شاء ما شاء، الإسناد من الدين. إذن الإسناد، وقال بعض العلماء القوائم، يقول كنا من حدث قبلنا حتى ركب الناس الصعب والذلول، فقلنا سموا لنا رجالكم. هذا دين، هاتوا القوائم، يسمون الأسانيد القوائم، قوائم القوية أو ضعيفة، فهذا هو المحك. فلن يحدث خلل في الكلام إلا من متكلم. نعم، في المتن سيكون من الإسناد. نعم نعم، من الذي وقع حتى لو كان صحابيا رضي الله عنه؟ قد يهم، هل الصحابي معصوم من الوهم؟ نعم، قد يهم، لكن الغالب على الصحابة الصدق والضبط والأمانة، لكن قد يحصل أوهام، ولا سيما مع يعني هم عدول ثقات، لكن ربما يحصل يقع وهم. نعم،
ولذلك نجد لعائشة استدراك على بعض الصحابة. جميل. نجد ابن عباس رضي الله عنهما وهم في بعض الأشياء يحصل هذا. فننظر الآن إلى نماذج من الانتقادات، وعلى ذكر النقد بعضهم انتقد البخاري في الأحاديث التي صححها ولم يخرجها في صحيحه، وهذا غفل عن المنهج العام الذي ذكرناه، وأن الشيخين لم يستوعبا الصحيح. جميل. وأن الانتقادات لا تنتهي، لكن إنه ليس معنى ذلك أنه ما كان يعني خارج الصحيحين يقل. ولهذا لما صحح البخاري حديث الماء هو الطهور ماؤه حل ميتته، حديث البحر هو الطهور ماؤه حل ميتته الحل ميتته، قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل فقال حسن صحيح. هو صحيح وما أورد في البخاري، لم يخرج في الصحيح. قال ابن عبد البر لا أدري ما هذا من البخاري، لماذا صنع البخاري؟ فإنه لو كان صحيحا لخرجه في كتابه. لا يلزم يا أبا عمر بن عبد البر، لا يلزم بطبيعة الحال، لأنه يعني لا يلزم أن يخرج في صحيحه كل الصحيح، كل حديث صحيح. هو ما اشترط هذا ولا التزم أصلا. لكن نحن الآن سنقف مع الأحاديث التي خرجها البخاري أو مسلم أو كلاهما، ونكتفي بثلاثة أمثلة. لكن قبل ذلك دكتور، هل فاتهم يعني أحاديث صحيحة كثيرة ما ضمنوها في الصحيحين؟ يعني قلنا هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها في البخاري ومسلم، ربما فاتهما النصف. يعني لو إذا قلنا الأحاديث المحتج بها 4000، نجد في الصحيحين 2000، ونجد 2000 خارج الصحيحين. جميل. على القول بأنها 4000 أو 4000 وكسر. جميل. أحاديث الأحكام طبعا. أما الأخبار، التفسير، الدين، العقائد، لا أوسع. إنما الكلام فقط عن أحاديث الأحكام. جيد. جميل. طيب. ذكرتم ستذكرون ثلاثة أمثلة على ما انتقد على الصحيحين. جميل. حديث انتقد على الشيخين. موجود في البخاري، موجود في مسلم. إيه. وحديث انتقد على البخاري فقط، وحديث انتقد على مسلم. هذا عدل هذا دكتور. إيه. أما من انتقد على الصحيحين فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فإن هناك من انتقده وقال هذا وهم من ابن عباس رضي الله عنه، لم يكن محرما. إيه. وميمون خالته، كيف عرفنا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حديث عثمان رواه الجماعة للبخاري. فكيف ينهى ثم يأتي يقع فيما نهى عنه؟ قال لا ينكح المحرم، كيف تقول تزوج ميمونة وهو محرم؟ الأمر الثاني أن ميمونة نفسها تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان في صحيح مسلم، وهي صاحبة الشأن. جميل. الأمر الثالث أن أبا رافع السفير بينهما في مسند الإمام أحمد يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما. جميل. إذن هذا أوثق الموضوع بينهما، والحديث رواه أحمد وإسناده لا بأس به، فيه مطر الوراق، صدوق في حفظ الكلام، لكن يشهد له ما ذكرنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الزوج، وميمونة الزوجة صاحبة الشأن، والسفير كلهم يقولون حلال، يأتي ابن عباس يقول تزوج ميمونة وهو محرم، إذن هذا وهم. لكن إسناد الحديث صحيح، إسناد الحديث صحيح لابن عباس، مخرج في الكتب التسعة، لم يطعن أحد في إسناده. إذن الوهم من ابن عباس قطعا،
إذا أردت أن ترده. لكن هناك من وجهه دون أن ينسب الوهم إلى ابن عباس. كيف؟ قال إن ابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لابسا لباس الإحرام وقد تحلل لكن ما خلع الإحرام، فصورته صورة محرم، وعقد على ميمونة فظن، وكان ابن عباس صغيرا عمره 7 سنوات، ما يقع فيه الوهم للبلة مظنة في هذا السن. إذن رآه على صورة الإحرام ولكنه قد تحلل، ما يمكن يتحلل واحد ويبقى لابسا. طيب هذا قول. القول الثاني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخطأ فهم الصورة. حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالزواج وهو محرم لكن تحلل ثم تزوجها، فنقل له الخبر على أنه بعد الإحرام. الأمر الثالث، هناك من العلماء من وجه كلام ابن عباس رضي الله عنهما باللغة دون أن يخطئ ابن عباس. قال معنى تزوج ميمونة وهو محرم أي في شهر حرام، كقول الشاعر قتلوا كسرى بليل محرمة غادروه لم يمتع بكفن. هل كان كسرى محرما بالحج وعمره؟ أو كقول الراعي النميري يرثي عثمان بن عفان رضي الله عنهما قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ومضى فلم أرى مثله مخذولا وقد قتل في مدينة في بيته في بيتي وهو يقرأ. إذن هذا التوجيه اللغوي وقد ذكره الحافظ في الفتح، لكن هؤلاء لا يقرؤون، يأتي يطعن يقول هذا لا يصح وهذا باطل وهو لا يقرأ، لا يقرأ كلام أهل العلم. كيف وجهوا الحديث وكيف جمعوا أجابوا. نعم هذا المتفق عليه. جميل جدا. ننتقل إلى البخاري. أم تعتنى بهذا الرد يا دكتور الوطن؟ الله يبارك. جميل جميل جدا. طيب ما أعطنا مثال على البخاري ومسلم، نبدأ بالبخاري سيسعفنا الوقت بإذن الله. طيب البخاري حديث سليمان بن بلال القرشي الذي خرجه في صحيحه عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر القاضي عن أنس رضي الله عنه في الإسراء والمعراج، وقع فيه 12 وهما في هذا الحديث ساقه البخاري في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. طيب هذه الأوهام 10 أو 12 وهما ما يعرفها أبو عبد الله البخاري؟ يعرفها قبلكم وعلم عليها، لكنه ساق الحديث من أجل قال وكلم الله موسى تكليما، قال إن موسى وجدته مفضل بتكليم الله إياه. فالبخاري ساق الحديث كله من أجل إثبات تكليم الله موسى عليه السلام في باب وكلم الله موسى. وأما الأوهام الأخرى فهي معروفة، وقد خرج البخاري حديث الإسراء والمعراج في صحيحه على الصواب، فلا إشكال ولا حاجة إلى أن يشتد ابن حزم الظاهري ويقول وهذا حديث باطل وموضوع وهو من آفته شريك ابن عبد الله بن أبي. طيب نحن نعرف شريك وهو صدوق وفي حفظه كلام، والبخاري انتقى له وخرج له في 10 مواضع فقط وغالبها متابعات، البخاري يحتاط في هذا. لكن هذا يعني أصل الحديث في الإسراء صح، هذا ولي حلقة كاملة في الأوهام التي لمدة ساعة في الأوهام التي في حديث الإسراء والمعراج ضمن دروس الصحيحين. ننتقل إلى مسلم. أقول عليه دكتور يعني لما بوب وكلم الله موسى تكليما حتى فترة خلق القرآن ونفي المعتزلة عن صفة الكلام عن الله عز وجل كان لها أثر يعني في مثل هذا. أحسنت. واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. نعم بوب، وهذا كتاب توحيد يذكر فيه الصفات. جميل. فهو غرضه في كتاب التوحيد أن يذكر صفة الكلام لله تعالى. جميل. وكلم الله موسى. وأما أصل الحديث فهو صحيح وهذه الأوهام معروفة. جميل. ويريد من طالب العلم كما أسلفنا أن البخاري يريد من طالب العلم أن يستنبط ويعرف ويكون فطنا نبيها. ابن حزم دكتور جبران انتقد حديث محبيبة عند الإمام مسلم. نعم نعم انتقد هذا الحديث الذي رواه أبو زميل سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا رواه عكرمة بن عمار العجلي. ابن حزم اتهم عكرمة بن عمار العجلي بالوضع. أي نعم. وبالغ ولم يسبق إلى هذا. طبعا الإشكال في الحديث ما هو؟ زواج أم حبيبة من النبي عليه الصلاة والسلام كان قديما، متى كان؟ في الحبشة. أبو سفيان متى أسلم؟ بعد فتح مكة. صحيح بعد السنة الثامنة تقريبا الهجرة. طيب
قال عندي أجمل العرب وأحسنه أم حبيبة أزوجكها. قال نعم. طيب هو متزوج لها، في إشكال؟ يعني نعم هذه كانت موافقة. قال بعض المعاصرين وهو الشيخ محمد عوامة إن نعم تدل على استمر في كلامك، أسمع أكمل، أكمل نعم. بعضهم يعبر بنعم نعم أكمل، أكمل أكمل أكمل، هذه قراءة يعني محاولة قراءة منه. لكن الواقع أن أبا زميل سماك الحنفي راوي الحديث عن ابن عباس قال ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه لما كان له ذلك، فعد هذا جوابا. إيه فقوله نعم إقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد سائلا، هذه قراءة، والراوي أدرى بما روى. جميل. فمنهم من قال إن الإشكال في ذكر أم حبيبة، طبعا طلب أن يكون معاوية كاتبا، ما في إشكال. طلب الثاني والثالث تؤمرني أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، هذان طلبان مشروعان ما فيه إشكال. جميل. لكن الطلب الأول فيه إشكال في المتن، وهو أن أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من أيام الحبشة، رملة بنت أبي سفيان، هي أم المؤمنين وتحت النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يقول عندي أجمل العرب أزوجك؟ قال بعضهم إن قوله أزوجك وذكره ابن الصلاح يعني أجدد العقد لك، سأكون أنا من يتولى شرف عقد النكاح. هو والده ويكون وليها. أي نعم الولي. النكاح الأول كان وليها نجاشي، النجاشي ملك الحبشة، فيريد الآن أن يكون هو الولي ويزوج ينال شرف تزويج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول. والقول الثاني وأن الزواج قد يطلق على تجديد العقد، وهذا مجاز. جميل. ومنهم من قال أزوجك يعني أذكرك بما بيننا من المصاهرة، أنت قد تزوجت منا. هذا توجيه، لكن لا أرى مسوغا لشدة ابن حزم وإنكاره الحديث وقوله إنه موضوع وآفته عكرمة ابن عمار العجلي وأنه وقع في هذه الأشياء، كما أنه قال في حديث الإسراء والمعراج الذي في البخاري آفته شريك ابن عبد الله بن أبي نمر، وأنه ابن حزم لم يجد لهذين الحديثين مخرجا، بل وجدنا مخارج كثيرة لهذين الحديثين. هذا مما انتقل على مسلم. جميل. من ناحية الشيوخ يا شيخ للبخاري ومسلم، هل انفرد كل منهم بشيوخ؟ نعم. فمثلا من شيوخ مسلم أبو كامل الجحدري، أبو كامل الجحدري، وأبو الربيع الزهراني، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وأحمد بن حنبل. والبخاري له قتيبة ويحيى بن بكير والحميدي ومحمد بن يحيى الذهلي دون مسلم، خرج عنه مع أنه تكلم فيه كما سلفنا في القصة المشهورة وجماعة. لكن ومثلا عبد الله بن سلام، محمد بن سلام، محمد بن سلام البيكندي، ومحمد بن جعفر الفريابي وغيرهم، وعبد الله بن يوسف التنيسي إلى آخره. مسلم أيضا واتفق على الرواية عن عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك وهو شيخ البخاري، وإن كان مسلم اختص بيحيى بن يحيى التميمي، يروي عنه موطأ مالك عن مالك. والبخاري يخرج عن تلاميذ مالك قتيبة ويحيى بن بكير وعبد الله بن مسلم وعبد الله بن يوسف التنيسي وغيرهم. إذن في خصوصية، لهذا نجد البخاري أحيانا يعلق الحديث عن أبي كامل الجحدري، يقول قال أبو كامل. لماذا؟ لأنه ليس من شيوخ، من شيوخ مسلم. قالوا لعل البخاري أخذه عن مسلم، وهذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الشيخ عن طالبه. نعم هذا يعني ورد. نعم كما روى الزهري عن مالك وهو من تلاميذه. جميل. جميل. طيب كذلك دكتور، يعني ما يسمى ببدعة التصحيح على الصحيح، يعني يذكر حديث البخاري ومسلم يقول هذا صحيح يصححه. نعم. هذا يدخل في بدعة؟ اي نعم، هذه خطيئة جدا، خطيئة كارثية في علم التخريج. يعني في معنى البدعة اللغوي. اي بدعة، هي بدعة يعني لم يسبق
عمل غير مشبوك. وإن كان بعضهم يزعم أن أبا حاتم يقول هذا حديث صحيح، هذا صحيح، أو الإمام أحمد يقول هو صحيح وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين، نقول هؤلاء ربما عاصروا الصحيحين. جميل. لكن أنت الآن بعد تلقي الأمة بالقبول، ما ميزان حكمك؟ ولهذا على مر التاريخ، وأرجو أن يعذرني الجميع في قول هذا، لم أجد أحدا حكم على الصحيحين إلا ولا شيخ له. فابن حزم الأندلسي قالوا شيخه كتابه، ابن القطان الفاسي شيخه كتابه، محمد ناصر الدين الألباني شيخه كتابه، ما لهم شيوخ، ما لهم شيوخ. فلهذا قالوا من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. أما الذي درس على العلم على الشيوخ قالوا له الصحيحان قف، متلقيان بالقبول، كفيت. لا حاجة إلى أن تقول خرجه البخاري وهو صحيح، أو كما يزعم بعضهم، بعض طلاب الألباني المتعصبين يقول رواه البخاري وصح الألباني. ما قيمة تصحيح الألباني وقد خرجه البخاري وتلقته الأمة بالقبول، أو رواه البخاري مسلم وصح؟ ما يمكن هذا، ولا ينقص هذا من قدر الشيخ الألباني طبعا على جلالة قدره رحمه الله. نعم، لكن ذكرك للشيخ في هذا الموضع صحيح، يعني إساءة للشيخ، تسيء للشيخ اجتهد في التصحيح والتضعيف ثم تقول صححه، يعني كأنك تقول الألباني يتعقب البخاري ومسلم ويحكم عليهما من جديد. قضي ما هنالك، انتهى الأمر. يعني التسليم بالصحيحين وأسانيدهم لا يجوز إعادة النظر، لأن الأسانيد فحصت والأمة تلقت بالقبول والانتقادات أجيب عنها حرفا حرفا. وفر جهدك إلى عمل آخر، يعني أحسنت أخرى. أحسنت. فهذه بدعة ولا ينبغي عملها، ونوصي المتعصبين أن يتقوا الله وأن يعرفوا مكانة الصحيحين وأن يتركوا مثل هذا الحكم العبثي. ولهذا فإننا لا نعلم أحد حكم، حتى ابن حزم لما يحكم ترى محدود حديث حكم عليها، ابن القطان الفاسي صحيح يحكم على حديث الصحيحين، ينظر في الإسناد من جديد، لكن هذا كمن يحرث في الماء، قد قضي ما هنالك وعرف أسانيدهما. وحتى ذكرنا أن المدلسين وجد التصريح بالسماع، وأنه لو روى حديثا عن مدلس تجده في المتابعات والشواهد، وكذلك من اختلط أو من حدث بعد الاختلاط تجده في المتابعات ليس في الأصول كما أسلفنا وشرحنا هذا. حتى إن المستشرقين انبهروا قالوا يا فرحتنا عندنا التدليش، نطعن في الصحيحين من طريق التدليش. نظروا فإذا به ما يستطيع ولا لا مدخل لهم، ما كلهم صرح بالسماع ومن لم يصرح في المتابعات، وهناك شاهد قد سمع. الاختلاط حتى في دراسة لأحد الأساتذة في العراق، هو الدكتور جاسم العيساوي، درس المختلطين في الصحيحين، فتتبع جميع من رمي بالاختلاط في الصحيحين فإذا بها قد حدث قبل الاختلاط، ثبت أنه حدث، وما لم يثبت حدث بعد الاختلاط أو لم يدرى وجدها في المتابعات والشواهد، ووجد لها شواهد كثيرة صحيحة في الصحيحين وخارجهم. فما يستطيع أن يجد مدخلا للطعن في الصحيحين. جميل دكتور. أنا دكتور في ختام الحلقة، فإن كان من ختام من عندكم قبل أن أختم، أنا من عندي كان في ختام أو توصيات تختمون بها هذه السلسلة من هذه الحلقات على صحيح البخاري ومسلم؟ نعم، بارك الله فيكم. أنا أوصي أولا الباحثين بالتفقه في الصحيحين والخبرة بهما والحوار العلمي والمناظرة في هذا الباب وإفحام الجاهل وبيان جهله وخطأه. لسنا بصدد الدفاع، بصدد بيان الجهل، جهل الجاهلين. جميل. لأننا ما ندافع حتى لأنهم ما أوردوا شيئا حتى ندافع أو نناقش، نبين الجهل وأنه مكان يعني مزلة أقدام لا يجوز سلوكه، وقد تلقت الأمة الصحيحين بالقبول فلا كلام لأحد بعد ذلك، وليس هناك نقد جديد لم يسبق. كما قال أحدهم يقولون هذا القول ما صح عندنا، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. الله الله. وأيضا أوصي الدراسات الجامعية بالعناية بالصحيحين وإبراز جهدهما وعبقريتهما الخالدة
الفدة، وهذه الحمد لله طلعت على عدد من الرسائل في هذا الباب. وأيضا الرسائل المترجمة في الصحيحين نحتاج أن نطلع عليها وننقد ما فيها أو نستفيد مما فيها. جميل جدا دكتور، وأننا نحتاج كذلك أمثالكم يا دكتور من أهل العلم والفضل، يعني أن يتحفون ويثرون هذه البرامج وهذه القنوات وهذه الحلقات المباركة بمثل هذا الطرح الجميل الماتع الأخاذ الذي في بيان بالعلم والأدب وكذلك الإثراء للمشاهدين الكرام. لا يسعني دكتور جبران لا أشكرك على هذه الحلقات السلسلة الجميلة عن الصحيحين، شكرا لكم دكتور. ولكم شكر الله بعديم وبارك الله فيكم وعلى الخير، نلتقي دائما. رضي الله عنك أبا سفيان. ختام شهد الكرام، الله عز وجل حافظ دينه جل جلاله سبحانه وبحمده، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقد كتب الله عز وجل لهذا الدين أنه الدين الظاهر الغالب الباقي المنصور، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا الدين هو سياجه وحمايته وقوامه هو الكتاب والسنة، لذلك من حفظ الله لدينه أن يحفظ كتابه ويحفظ السنة المبينة للكتاب والتي هي كالكتاب في الوحي، كلاهما وحي، إني أنزلت القرآن ومثله معه، فاملأوا قلوبكم إيمانا ويقينا وطمأنينة باردة على تلك القلوب التي امتلأت بمحبة الله عز وجل ودينه. أن الله حافظ هذا الدين وحافظ كتابه وحافظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن أرجف المرجفون وأبطل المبطلون وأكثروا من قذف الشبهات فإنها مردودة، وإن الله عز وجل قد اجتبى واختار واصطفى من عباده من أهل العلم من يذب عن هذا الدين ويذب عن هذا الحمى ويذود عن سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميراث علم للمسامر سلوة، وبه لريب السائلين جلال.